قلنا هنبني واد احنا بنينا السد العالي. خد بالك بقى من الجمله الجايه، يا استعمار بنيناه بايدينا السد العالي. في عدو عارفينه، دكتور جمال شقره، واحد من اكبر واهم مؤرخينا في عصرنا الحديث واستاذ التاريخ المعاصر غني عن التعريف. ازيك يا دكتور؟ يا رب يخليك، متشكر جدا. يا رب يخليك لينا يا رب، ودايما نسعد بلقائك موجود معانا كده في الاستوديو، بس في حاله عدم الاتاحه نبقى نسمع الصوت. ده شرف ليا واتقابل مع اعلامي مثقف. العفو يا فندم، العفو خالص خالص يا فندم، انت لبزتك يا فندم. دكتور جمال، النهارده العيد عيدين، عيد ميلاد جمال عبد الناصر وعيد ميلاد السد العالي. تمام. انا وانا بتكلم حتى في بدايه الحلقه فكنت بقول جمال عبد الناصر كان بيعمل تجربه قدام العالم، ولما عمل السد العالي، وده بقى انا هنسال سيادتك عشان انا مهم عندي ان انا اتاكد برضو انه هو لما جه جمال عبد الناصر وقال احنا هنوجه ايرادات القناه لبنى السد العالي، الناس وقفت وقالت له ليه ما توزعها علينا فلوس؟ لا طبعا. تمام، يبقى احكي لنا حدوته السد يا دكتور جمال، وحدوته تجربه بس عملها جمال. تمام، يعني عايز اقول في الاول انه ده اعظم مشروع هندسي في القرن العشرين. صحيح. ووفقا لتقرير الهيئه الدوليه للسدود انه تفوق على جميع المشاريع العملاقه اللي بنيت في القرن العشرين. طبعا زي ما حضرتك قلت كان الهدف منه حمايه مصر من الفيضان والاستفاده من المياه التي كانت تهدر في البحر المتوسط. صحيح. واستخدام هذه المياه في استصلاح الاراضي وتحويل نظام الري من الري الحياض الى الري الدائم. الري الدائم. وتخزين المياه للاستفاده منها في فترات الجفاف. ليه هو عظيم؟ ليه هو عظيم هندسيا؟ ممكن نقول انه طول السد 3600 متر. وعرض القاعدة 980 متر. عرض القمة 40 متر. الارتفاع 111 متر. استخدم في بناء السد 43 مليون متر مكعب اسمنت وحديد ومواد اخرى. البحيرة بيبلغ طولها حوالي 500 كيلو متر ومتوسط العرض 12 كيلو متر. وسعة التخزين الكلية 162 مليار متر مكعب. يمكن أنا حرصت إن أنا أقول الأرقام دي علشان أقول إنه مصر، إنه حمى مصر من سنوات الجفاف 1979 إلى 1987، سبع سنوات عجاف. وإيراد النهر في السبع سنين كان شحيح جدا. وفي نفس الوقت لما عاود الفيضان قوته سنة 1998 لغاية 2002 لم تتعرض مصر لأي خسائر. إحنا أمام مشروع عظيم الحقيقة، وأمام إرادة سياسية قوية من جمال عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة اللي أقروا بناء هذا المشروع. الحكاية زي ما غناها عبد الحليم مش حكاية السد. أيوة. حكاية كبيرة، حكاية صراع مع الغرب الذين أرادوا إهانة مصر برفض تمويل مشروع السد العالي. وهنا يعني عايز اقول لحضرتك لما نشوف مذكرات انتوني ايدن نكتشف انه كان بيتمنى انه يبني السد العالي او تبني انجلترا السد العالي. لكن الولايات المتحده الامريكيه كان ليها راي اخر. ولذلك دارت معركه سياسيه من معارك الحرب البارده. الحرب البارده اللي بدات سنه 1947 كانت مصر في القلب من هذه الحرب.
وانتهى الامر بان البنك الدولي بضغط من الولايات المتحده الامريكيه يهين مصر ويرفض تمويل المشروع. وهنا لما نبحث عن الاسباب نكتشف انه من بدايه الثوره، والثوره تتعرض لضغط من اسرائيل وتتعرض لضغط من الولايات المتحده، وتمنع الولايات المتحده السلاح عن مصر. فلما نجح جمال عبد الناصر في كسر احتكار السلاح واستيراده من الكتله الشرقيه بصبغه الاسلحه الشهيره اللي هي صبغه الاسلحه التشيكيه، ارسلوا له كيرمت روزفلت رجل المخابرات الامريكي ليقنعه عن العدول عن الصفقه، لكن عبد الناصر اخذ الصفقه. ولما قالوا له مصر هتتحول لشيوعيه رد عليهم وقال لهم ده شعب متدين وانتم مضطرون ان انا اخذ صفقه الاسلحه من الاتحاد السوفيتي. ثم ارسلوا له اندرسون في مهمه، والمهمه هنا كانت مقايضه عبد الناصر على ان يعقد سلام منفرد مع اسرائيل في مقابل بناء السد العالي، في مقابل تمويل بناء السد العالي. والحقيقه ان عبد الناصر سمح لاندرسون انه ياتي، ولكنه كانت المقابلات تتم من تل ابيب الى روما، وهناك كان علي صبري وزكريا محي الدين طبعا بيلتقوا باندرسون. ولما نشوف الوثائق، وفي منها وثائق لم تنشر حتى الان، بنعرف انه عبد الناصر كان يبرد غضب الامريكان حتى يتمكن من تدريب القوات المصريه على صفقه الاسلحه التشيكيه. ولذلك رفض مساله المقايضه والدخول في سلام منفرد والتخلي عن القضيه الفلسطينيه في مقابل بناء السد العالي. لما رفضوا التمويل واعلنوا في بيان صحفي اهانه لمصر، كان رد جمال عبد الناصر تاميم قناه السويس وهيبني بايراد القناه اللي كان حوالي 35 مليون جنيه استرليني، والقناه كانت هتتكلف مليار دولار وفقا باسعار هذا الزمان. والاتحاد السوفيتي ساعدنا واسقط حوالي ثلث هذا المبلغ، لكن تأميم القناة كمان كان مدروس. عبد الناصر درس قرار تأميم القناة من ناحية، ودرس كويس قوي الآثار الجانبية لمشروع السد العالي، علشان اللي بيتكلموا كتير عن الآثار الجانبية كان فيه دراسة جدوى تقارن بين النتائج الإيجابية للسد العالي والآثار السلبية اللي ممكن معالجتها. فده مشروع عظيم وملحمة طبعاً سياسية برزت فيها إرادة عبد الناصر وإرادة الشعب المصري القوية. والله ده فعلا مما لا شك فيه. وانا خليني اشكرك جدا دكتور جمال شقرة على هذه المداخلة شديدة الثراء.